نحن مخدرات هيك ولا الله يسلمك. ايه مناح ماشي الحال. رح جيب لك زبدية شهرة. شو يا عم العز؟ كأنه في بتمك حكي. عم دور على كلام قوله ما يضايقك بس ما عم لاقي. أنا وغازي اتفقنا على كتير شغلات وما صار منا شيء. أول عز قال لي بده يرجع لي الضيعة. خليه يكون قد كلمته. ولك مني عايش بنتك أحسن عيشة. أبو العز ما عاد جوزي، يعني أنا مالي مونة عليه، ومع هيك أنا بعرف إنه هو رجال قد كلمته. معناتها متفقين؟ لا مانا متفقين. مريم ما خاصة بالضيعة ولا خاصة باللي بينك وبين أبوها، وأنا ما رح أقبل إنك تظلمها وتحطها بالنص بينك وبينه. هذا كلام حق يا أم العز، وما حدا بيزعل منه. موافق علي عم تقوله أختك يا غازي؟ فاطمة بدها تروح لعند أمها. شو؟ لا سهلة لا. داري الباب منيح وتعالي. ما راح ابعت بنتي لبيت غازي. بس غازي سارة مو عيب اذا راحت تنام عنده. ولو كان. فاطمة مالها طالعة من البيت. شي وين رايحة؟ ليكوا البيت الباب على الباب. لك يا عيني فهميني، ما بتطلع من هالبيت لنحل مشكلتها مع جوزها. هاشم؟ أنت كثير صايرة متعسرة. شو؟ فاطمة بيلزمها هلا تكون مع أمها. سؤال شو بدك يعني اعمل يعني؟ احمل حمالي وروح نام بالمطحنه لحتى ام العز تيجي تنام عند بنتها؟ ما قلت لك انك انت صايره متعسره؟ خلصنا بقى من شغله الطلاق ورجع زهره. شو؟ لك سؤال انت من امتى كان على صوتك هيك؟ مو القصد انه على صوتي. بس كمان ماني قدران يشوف الغلط قدامي وضلني ساكته. وغلط كمان؟ مين الغلطان؟ ما بعرف. بس اللي بعرفه انه في مشكله بينك وبين غازي ومشكله بينك وبين زهره، وهلا بنتك وقعانه بمصيبه وانت مالك حسنان انك تساعدها واخرتها. ريح راسك ورجع زهره. والله مخلوقه ما كفرت. سهيلة انا رايحه انام عند فاطمه، ما راح خليها تنام لحالها.